شكرا سيد المستشار المحترم العزيز على طرحكم لهذا السؤال حول المراكز ديال الفحص التقني، واللي بالفعل كما تفضلتوا العمل على هذه المراكز من شأنه أن يقلل من المسألة ديال حوادث السير. لا يخفى عليكم على أنه هذا القطاع بالفعل فيه عديد من الإجراءات اللي جات جزء منها في المدونة ديال السير ديال 2010، لكن أيضا هو قطاع اللي تتعمل الوزارة من خلال مركز السينواش، ولكن أيضا من خلال العاملين ديالنا على أساس أننا نضبطه. نعطيك معطيات، في 2011 كان حوالي ماشي حوالي صفر أوديت تدقيق، 2012 حوالي 19، 73 تدقيق في 2013، في 2014 550 أوديت تدقيق. درنا التغطية لجميع المراكز السيد المستشار المحترم ديال المغرب، 16 جهة، 5 ديال الشبكات اللي خدامين، وقفنا أكثر من 20 فاحص تقني اللي تيغشوا واللي تيت الغش ديالهم تيسبب في القتل ديال المغاربة وفي الحوادث. لأول مرة في تاريخ المغرب، وهذا ماشي غادي نقول فخر وللأسف، درناه، شدينا الشبكة، شدينا لها 25 مركز دفعة واحدة، وسحبنا مؤقتا الرخص لأكثر من 30 فاحص تقني، والبقية تأتي. علاش؟ لأنه اليوم ما بقاش هناك مجال للتلاعب بحياة ديال المواطنين، ونأكد لك على أنه مادام هو المجال راه مفتوح للمنافسة، هذه المنافسة راه غتكون عليها مراقبة شديدة، وما بقاش نتساهلوا حتى في شي حاجة اللي تتأدي إلى الحياة ديال المواطن. رئيس، أولا حنا السيد المستشار المحترم ماشي الآخرين في حوادث السير، حنا تنتحسنوا، غادي نجاوب مباشرة من بعد على سؤال في هذا الاتجاه، وتنحققوا أفضل النتائج على الصعيد العالمي في التقليص من حوادث السير، لان عندنا ناقص 9 ناقص 10%. المساله الثانيه، القطاع السيد المستشار المحترم هو فيه دفتر تحملات، هو مفتوح، كاين دفتر تحملات، كاين اعلانات طلبات العروض، درنا واحد هذه 5 شهور على 59 مركز، خدينا حوالي 39 وغادي نكملوا، وهذا الاسبوع مباشره في دخول السنه غادي نديروا اعلان جديد لطلب العروض لحوالي 80 مركز ديال البحث. نأكد لك على أنه هذه المسألة راه ما بقاش فيها تساهل. المسألة ديال الضبط المعلوماتي على هذا الشيء اللي تتقول ديال تنديروا 20 ومن بعد تعطيونا على حساب جوج ولا ثلاثة، راه حنا تنعاودوا المنظومة المعلوماتية باش المعلومة اللي غادي تطلع من المركز تمشي للشبكة توصل للإدارة، الإدارة بجميع الأنواع ديالها، وبالتالي غادي يكون الضبط إن شاء الله رب العالمين ديال هذه المسألة وديال التدابير المالية اللي هي من موراها. ونأكد لك على أنه الانخراط ديال الوزارة التام في العملية، وأننا غادي نحددوا واحد الخلية اللي هي خاصة للمتابعة ديال العلاقة ديال الحوادث السير مع الحالة الميكانيكية ومع الكونترول وفين تيجيو. غنبداو اليوم إلا طلع لينا واحد المركز دار السيارات ديالو خلال عام عند 5 ولا 6 السيارات من عنده خرجوا داروا حوادث السير، ذاك الساعة هذا المركز يكون مهدد بالإغلاق. شكرا السيد الرئيس.